السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مطمئنين. مع بداية رمضان السنة دي إن شاء الله بإذن الله، حابة أعمل بس الأول حاجة تمهيدية كده قبل ما أبدأ في الخطة بتاعت رمضان وهنعمل إيه. الحلقات دي أنا هكون مسجلاها بإذن الرحمن قبل ولادتي، يعني أنا يعني دلوقتي مثلا فاضل لي شهر بالظبط بإذن الرحمن وأولد خلاص إن شاء الله بإذن الله التوأم بتوعي يعني. فاعذروني طبعا لو لقيتوني مثلا نفسي عالي شويه، مش عارفه يعني في حاجات كده عشان خاطر الحمل وكده، فربنا يقوي ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله الحلقه دي لما هتنزل هكون انا ان شاء الله بامر الله ولدت، فان احياني ربنا بامر الله هبقى اطلع لكم لايف كده في النص، وان كان يعني ان كان ليها لقاء مع ربنا او حاجه تحصل لي او ان شاء الله تكون دي صدقه جاريه باذن الرحمن الرحيم. اول حاجه خالص، فكره الحلقات بتاعت رمضان جت من كورس انا كنت مفروض مجهزاه، وقلت ايه، قلت انا هجهزه واعمله حاجات مهمه جدا جدا جدا. المهم لما جه موضوع الحمل بتاعي ومش عارفه ايه، فكانش عندي وقت كتير ان انا اقدر ان انا اخطط او اعمل، فقلت خلاص انا هطلعها ان شاء الله باذن الله معلومات والله العظيم من ذهب بجد، هتفيدكم جدا جدا جدا. انا دايما اقول الحلقات بتاعت رمضان السنه دي لمن كان له قلب، عارفين اللي هو فعلا لو انت قلبك ده حي وتقدري تحولي حياتك 180 درجه والله سهله، والله والله تاني سهله. يلا نبدا ونقول بسم الله، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نفس مطمئنه مع دكتور اسماء سعيد. انا كنت بعملها كنت دايما اتسأل السؤال ده، يا دكتور انا بعمل حاجات كتير وحاسة ان علاقتي مع ربنا كويسة، حاسة ان انا بعمل اللي عليا، بس في حاجة غلط، حاسة ان في حلقة مفقودة، برضو بتحصل لي مشاكل، برضو مثلا نفسيتي بتبقى متلخبطة شوية، دايما ببقى حاسة ان انا مش مبسوطة. وفي ناس بتبقى الليفل بتاعها اعلى يعني بتبقى فعلا تعبانه جدا ويوي، وفي ناس بيبقى الليفل بتاعها متوسط، وفي ناس بتبقى الليفل بتاعها لا يعني حاسه ان انا كويسه وي، بس انا نفسي ابقى احسن مع ربنا. حلقات رمضان السنه دي باذن الرحمن هتتكلم على جزئيه مهمه جدا 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 في حياه اي انسان. الاول، ربنا لما خلقنا في الدنيا خلقنا عباره عن اربع حاجات، في ثلاث ظلمات، ده في كورس من ظلمات النسيان ارور الذكر. ايه هما الاربع حاجات دول؟ اول حاجه زي ما قلت لكم في ثلاثة، الثلاثة دول هما عباره عن ايه، هما ظلمات زي ما بقول لكم، ودي الظاهر عندنا هو الجسد. يبقى اول حاجه خالص هو ايه، هو الجسد، وخدوها مني كلمه، غذاء الجسد هو الاكل والشرب عادي، وده اقل 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 اهميه، يعني سيبكم من الصوره الفيك، شكلي شعر جسمي تخين رفيع، سيبكم من الكلام ده خالص، ده لا يعني اقول لكم ايه، ملوش اي اهميه نهائي. بس طبعا احنا نغذيه بالاكل الصحي وبالميه والحاجات دي كلها. طبعا انا برضو همهد لكم عن حاجات زي كده في الاخر ان شاء الله. طيب ايه بقى الثلاث ظلمات دول؟ رقم واحد النفس، ودي انا اتكلمت عنها كتير، قلت لكم ايه، قلت لكم ربنا قال لنا عنها في القران، ودي الحاجه الوحيده اللي ربنا اقسم عليها في القران 11 مره، ونفس وما سواه فالهمها فجورها وتقواها،
قد أفلح مين؟ من زكاها. اللي بيزكي نفسه بس هو اللي بيفلح. وطبعا ده انا متكلمه في تزكيه النفس دي في كورس من ظلمات النسيان الى نور الذكر اللي انا بقول لكم هتكلم عنه في الاخر. يبقى رقم واحد النفس اللي هي مطالب منها تزكيتها، ودي مهمه. اه طبعا مهمه جدا، ودي خطواتها عمليه وانا هقول لكم بالظبط ازاي. رقم اتنين ايه هي؟ العقل. العقل اللي هو محل القلب. العقل ده عباره عن افكار وحاجات كتير وناس كتير. ايه دكتور عندي افكار كتير، عندي وساوس ممكن تكون توصل، لا عندي افكار سلبيه بس دايما بحس ان افكاري مودياني مش عارفه فين. يبقى زي ما قلت لكم احنا كده عندنا ايه؟ النفس، وبعدين عندنا العقل. هنيجي لتالت واحده وهي دي بقى المهمه اللي انا هتكلم عنها في رمضان السنه دي باذن الرحمن. هي ايه؟ الروح. ايه ده؟ هو ايه يعني ايه الروح؟ هي الروح دي مش الناس كلها عندها روح؟ لا، في فرق كبير جدا بين الروح اللي احنا عايشين بيها، فرق كبير جدا من الروح اللي هي من امر ربنا اللي ربنا اتكلم عنها اللي قال عنها في الاخر انها بتنزل في ليلة القدر. ليلة القدر دي انا اتفقت معاكم ان هي مش بس في رمضان، ليلة القدر دي قوية جدا 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 في رمضان، بس ممكن بني ادم في اي وقت يقدر يغير قدره في ليلة القدر، وده اللي انا هتكلم عنه في فكرة الروح. وطبعا هقضيكوا أجزاء بسيطة في النفس، وطبعا احنا كنا كتير جدا على العقل وزي نغير أفكارنا، وبرضو في خطط وحاجات عملية إن شاء الله هنتكلم فيها، بس الأصل في رمضان بإذن الرحمن الرحيم هنتكلم عن فكرة الروح. ربنا قال عنها، ربنا اتكلم عن الروح، قال إن في ناس يلقى الروح من أمر ربنا على من مين؟ على من يشاء فقط. يعني في ناس يا دكتور عايشين في حياتهم دي كلها بروح ميتة، وفي ناس عايشة بروح حية. أيوة هي دي الفكرة كلها بقى. في ناس عايشة حياتها كلها من غير روح حية، تحس إنها ميتة مش مستمتعة بالحاجة، عندها ألم نفسي جديد، تحس إن هي على طول يعني بيبان على وشهم، بتحس إن هما فيهم حاجة غلط. وفي ناس عايشة بروح حية وممكن يكون الشكل الخارجي حاجة وروحهم من جوه حاجه ثانيه خالص، تحس ان هم عايشين مبسوطين، سعداء، مطمئنين، بيأتيهم الرزق زي ما هم عايزين بالظبط، كل حاجه عايزينها بتجيلهم. في ناس عايشه بروح حيه وفي ناس عايشه بروح ميته. ربنا بيلقي الروح على مين؟ من يشاء فقط. فباذن الرحمن الرحيم النهارده كده تحطوا نيه، يا رب انا عايزه ابدا رمضان السنه دي وان انا نيتي ان انا احيي الروح بتاعتي، مش ان انا يعني الروح بتاعتي اجيبها، لا انا عايزه الروح بتاعتي تحيا، احياء الروح. ازاي بقى نحيي الروح؟ او ليه في رمضان يا دكتور حبيتي تتكلمي اصلا عن موضوع الروح؟ ليه بقى؟ فكره الروح هي موضوعها كبير جدا، وان احنا نحيي روحنا دي يعني في خطوات عمليه كتير، بس اقوى 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 وقت تقدري ان انت تغسلي نفسك من جوه وتقومي بتزكيه نفسك وتقومي ان انت تظبطي افكارك وتبقى ايجابيه زي ما انت عايزه بالظبط وتحيي روحك وتكوني عايشه في جنه وفي نفس مطمئنه وجسدك ده يبقى صحيح ومتعافي. والله مهما يكون عندك اقوى حاجه هو في رمضان. ربنا بيقول لي في القران بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. ايه اللي هيحصل فيها يا رب؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. أنت مش متخيلين إن أنا لما أضبط الدنيا معايا خلال رمضان في الخطوات اللي هنقولها واحدة بواحدة بواحدة، الروح دي هتبقى معانا عاملة إزاي. وعلى شرط إن اللي إحنا هنكتسبه هتفهموه، يعني فكرة هنكتسبه دي هفهمها لكم دلوقتي، فكرة التسبيح وهكذا، إن إحنا اللي هنكتسبه 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 هنحيي الروح. لما نحيي الروح كأنك أنت عندك صندوق ألماس، صندوق كبير جدا، أنا عمالة أملى وأشحن وأظبط وحي، والله الطاقة اللي جوايا دي بتقدر إن هي تخليني أعيش سنة كاملة. طبعا مش سنة هو عمر، في ناس ممكن تقدر عمر، بس هي كل سنة بتبقى قوية. سنة كاملة من أول رمضان ده لحد رمضان الجاي أنت عايش في جنة. انت معاك حصانه او انت معاكي حصانه لاي حاجه وحشه في الدنيا، انت معاكي حاجه، عارفين اللي هو ايه؟ لما الواحد بيكون جايب اقوى مثلا بودي جارد مثلا وحاجات بتدافع عنه، هو كده انت بتحوطك طاقه الهيه من ربنا خياليه. هي بايه؟ بان انا لما احيي الروح بتاعتي، وطبعا منها التزكيه، تحس انت عاملين ايه؟ عارفين البني ادم اللي هو ايه مثلا عمره ما استحمى او خد دش او حاجه وفجاه
داخل بقى واخد حته دش اللي هو يقعده مثلا سنه، هو ده بالظبط كده. فالفكره كلها فكره احياء الروح في رمضان قويه جدا 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 جدا. بسبب ايه؟ بسبب ليله القدر، بسبب ان ليالي رمضان دي فيها طاقه من ربنا رهيبه ما حدش يعرفها الا اللي فعلا اللي داقها، اللي داق طاقه رمضان عمره ما يعرف يسيبه. انتوا عارفين فكره احياء الروح دي او كلمه الروح دي في منها مشتقات كتير في القران، رياح وهكذا. البني ادم اللي روحه حيه او بيحييها او برضو من الفوائد بتاعتها، ودي مهوله، هي ايه بقى؟ فاكرين سيدنا يعقوب لما كان قاعد وكان منتظر سيدنا يوسف وعمال يعني عايزه وعايز يسمع عنه، فقال ايه؟ اني لأشم ريح يوسف. مش معنى ريح، مش معنى روح، مش معنى ريح، دي كلها في الكورس بقى يعني التعمق الشديد ده. بس الفكره كلها هنا جايه ازاي؟ جت ازاي؟ جت ان البني ادم اللي روحه بتكون حيه بربنا اللي هنتكلم عنه ان شاء الله، وروحه حية بالتسبيح الصح، بتلاقي ريحته، مش ريحة البرفيوم بتاعه، لا، ريحته حلوة، بيخش على الناس طاقته حلوة، بيخش على الناس بيبقى خفيف، روحه حلوة، الناس بتحبه غصب عنهم لا إراديا. مش انتي أوقات بتبقي قاعدة وفجأة كده تلاقي نفسك في حد دخل كده حباية، يعني لو فيكي حاجة حلوة، أنا شايف فيكي إيه، لا ده انتي جميلة انتي، وعلى شرط ممكن تبقى شكلها مش حلو، وممكن تبقى مش حلو بمعنى اللي احنا فاهمينه اللي هو شكلها مش عارف، لا، شكل الحلو او الروح الحلوه او بتغلب على اي حاجه في الدنيا. لان انا كتير قوي نزلت صور ممكن يكون شخصيه احنا بنظرتنا شايفين ان شكلها مش حلو، او يعني مش عارفه عامله ايه وفيها ايه، ولا تخينه ولا رفيعه ولا سمراء ولا بمنظرنا، بس اقسم بالله فيها حته روح ويعني طاقة تخليك تحبيها وتخليك. بسبب ايه بقى؟ لانها شحنة الروح من جوه، مظبطة نفسها ومزكية نفسها. انتوا مش متخيلين بتبقى عاملة ازاي. هتيجي بقى واحدة مثلا تقول يا دكتور انا نفسي جوزي يحبني، نفسي جوزي مش عارفة يعمل ايه، ما عرفش بيبص بره ليه. انسي، اقولها لك اهو، والله انسي ان جوزك ده يعرف يبص بره، انسي ان جوزك ده يبعد عنك، انسي ان جوزك ده يعمل لك مشكله ولا ذره الم. طول ما انت روحك حيه بتسبيح ربنا. هقولها لك تاني وخدوها قاعده، والله العظيم اللي انا بقوله ده بجد محدش هيعرف يستقبله الا فعلا اللي من له قلب. انسي او انسى ان يحصل لك او يحصل لك ذره الم او ذره مشكله مع جوزي، ماديه، فلوس، عندي فقر، عندي مش عارفه ايه، عندي مشاكل يا دكتور، عندي مرض. انسي. طول ما انت مزكيه نفسك وروحك حيه بتسبيح ربنا ومظبطه جسدك، على الاقل بتاكلي 80% من حياتك كلها اكل صحي وبتشربي ميه كويسه، انسي ان يحصل لك اي حاجه طول ما انت عامله الثلاثه دول. ودول بيبقى نتيجه عنهم ان انت الافكار بتاعتك لوحدها بتبقى ايجابيه بشكل مبهر. انسي. طب يا دكتور لو انا بقى بمر ده كله، يبقى انت روحك ميته، عايشه مش مبسوطه، مش مستمتعه بحاجه، مش مرتاحه، طبعا النفس متدمره ونفسيتي مخنوقه، زهقانه، مش طايقه، وي وي وي. طبعا الجسد ممكن يحصل فيه امراض وافكارك بتبقى سلبيه وتشتت وعندك قلق وعندك حاجات كتير، كل ده بسبب ايه؟ ان انا روحي مش حيه بتسبيح ربنا. قبل ما اقول لكم ايه الخطوات العمليه اللي احنا هنعملها، الاول في دراسات المانيه وفرنسيه مش مسلمه بتؤكد ان الايمان القوي في الانسان، طبعا زي ما قلت لكم باحياء الروح ويوي، بيتناسب طرديا مع اي الم نفسي بنسبه قد ايه يا دكتور؟ 100%. ومش انا اللي بقول كده، دراسات. الايمان الصحيح بالشكل الصح، ما يجيش بقى حد النهارده يقول لي يا دكتور اصل في ابتلاءات، يا دكتور اصل كذا. خشوا اسمعوا حلقات رمضان اللي فات، ودي بدايه تزكيه الروح. اول حاجه ضروري 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 ضروري، هما 9 حلقات واحنا لسه في حوالي 2-3 على رمضان. ابدا اجيب حلقات رمضان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، اللي الحلقات دي قويه جدا، بتكلم فيها بقى عن الصيام بيعمل ايه في جسمنا وربنا عمله لنا ليه، الصلاه، التسامح، حاجات كتير جدا، والعفو، حاجات كتير جدا مهمه مهمه مهمه. حلقات رمضان السنه دي هي مكمله لحلقات رمضان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. مهمة جدا 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 ان انتوا تسمعوها عشان تعرفوا فايدة ايه ده على الجسد بتاعنا وعلى نفسنا وعلى روحنا.
بص اقول لكم على حاجه، مش انتوا بيجوا عليك وقت بقى عندك مشكله، بقى عندك مش عارفه، نفسك تروحي للدكتور، نفسك تسمعي، تعملي تحجزي جلسه، طب حلقات رمضان جايه لكم كنز من غير فلوس ومن غير جلسات ومن غير حاجه، انت بايدك تقدري، ربنا معانا، اللي هو يعني اقوى حاجه في الكون، يعني يعني اقول لك ايه، مش اقوى حاجه في الكون، هو اللي بايده كل حاجه، هو اللي بايده يغير حياتك دي كلها، وجاي لك فرصه رمضان وفرصه حلقات جميله فيها كلام كويس يقدر يظبط لك امورك كلها، فانتهزوا الفرصه. وقبل ما اقول لكم انتهزوا الفرصه دي، ركزوا في الكلمات اللي انا هقول لك عليها دي. قبل ما اقول لكم على الخطوات، زي ما قلت لكم اسمعوا حلقات رمضان اللي فات ورمضان ايه اللي قبله، عشان مهمه جدا جدا جدا. رقم اتنين، وده برده مهم قوي، والله العظيم كل حاجه في الدنيا بتتعوض. لو في امتحانات لولادك بتتعوض، ومذاكره بتتعوض، لو في عزومات وخروجات والله العظيم بتتعوض، لو في مش عارفه مسلسلات ايه، سيبكم الكلام الفارغ ده، والله العظيم ده يعني قول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي بيعملوه في اجمل ايام السنه. بس انا بقول ايه، مش اي حد يعمل الكلام ده، اقفلي التلفزيون، اقفلي كذا، يا ستي هاتي حاجه كوميديه مره واحده اتفرجي عليها في اليوم، لكن قفلي ده كله، خليكي مع ربنا في الطاقه الرهيبه اللي بتحصل في رمضان، طاقه رهيبه، نفحات بتنزل من ربنا في الفتره دي، فوقفي ده كل، العزومات بتتعوض، الخروج، العزومات بتتعوض، الخروج بيتعوض، مذاكره اولادك بتتعوض، البيت والتنفيذ والمش عارفه عندك، كل ده بيتعوض. اللي مش بيتعوض فعلا هي علاقتي مع ربنا والكنز اللي انا هكتسبه اللي هيحييني طول السنه لحد لما اتقابل مع ربنا ان شاء الله كني العمر في رمضان اللي بعده. فخدوها مني نصيحه، وقفوا كل ده، مش وقفوا، انا بقول لكم مش وقفوا خالص، بس على الاقل ما بقاش طول اليوم بذاكر لابني، طول اليوم بعمل في الشقه، طول اليوم عندي خروجه، طول اليوم ولا الكلام ده. ممكن اذاكر لابني ساعه في اليوم، ساعتين خلاص، ممكن الاقي مثلا عندي عزومه مره مرتين في الشهر كله، مش كل شويه عندي في حاجه اسمها نسبه وتناسب، بس الاكتر لربنا. طول السنه احنا عايشين بنخرج وبنتفسح وبنروح وبنيجي، بنعمل حاجات حلوه وايجابيه ومش عارفه ايه، بس خلاص بقى. انا دايما اقول لهم كلمه، ولما بييجوا مثلا معايا سيشن ولا حاجه اقول لهم بصوا جربوا ربنا، يعني كلمه قويه والله، جربي ربنا المره دي شوفي ايه اللي هيحصل، وقفي ايه يعني مش هيحصل اي حاجه لما ابنك يجيب درجه مش حلوه، على فكره عادي، يعني انا بقول لنفسي انا الكلام ده، ايه المشكله لما مش عارفه يحصل ايه في الشقه، ما تكونش نظيفه بنسبه 100%، بجيب حد بيعمل لي، مش عارفه ايه، بس انت مثلا ما عندكش حد يعمل، انت مش عارفه ايه، ايه المشكله يعني، انا هقضي الفتره دي انا عايشه مع ربنا، عايشه مع ربنا بعمل ايه، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله كل مره وفي كل حلقه في رمضان. طيب يا دكتور، من هنا لحد الحلقه الجايه نعمل ايه؟ في البدايه خالص لما بنيجي نعمل مثلا، انا عندي الروح بتاعتي مثلا، عارفين انتوا لما يكون زي ما قلت لكم هي عباره عن قطعه الماس قويه جدا جدا جدا، بتشع نور في الجسد كله، بتوصل للكون كله، دي الروح خلاص. طيب انا الروح دي مدفونه، مدفونه ليه؟ مدفونه لان انا عامل حاجات سلبيه كتير جدا طاغيه عليها وعاملاها كده ومغطياها. طب يا دكتور ايه الحاجه اللي تخلي الروح دي تبدا تظهر، تبدا كده ايه، مش انا بقى ايه احييها، لا ده انا يعني ابدا حتى انورها، ابدا حتى اعملها، ايه هو؟ الف ب، اي تنظيف في الدنيا، الف ب، اي حاجه تقدر تخليكي بدايه لحياه جديده، هو ايه يا ربي؟ الاستغفار. لما استغفر ربنا، في الاستغفار ده قوي اهو، بس هناخد بعد كده ان شاء الله تطهير بقى حاجه تانية خالص. فالاستغفار قوي جدا، اعمل ايه يا دكتور في الاستغفار؟ انا عامله حلقه كانت اول حلقه في رمضان اللي فات، مهمه جدا جدا جدا، اسمعوها، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود دلوقتي على الشاشه وهتلاقوها تحت الفيديو باذن الرحمن الرحيم. اخد حلقه الاستغفار واعملها. طيب يا دكتور، انا لما عاوز استغفر اقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم؟ لا، لو الاستغفار كان باللسان ما كانش يبقى في ناس عايش حياتها علشان تستغفر وفي الاخر ما بتلاقيش نتيجه قويه. طب اعمل ايه؟ طبعا الاستغفار زي ما قلت لكم بالخيال اللي ربنا امرنا بيه، اللي هو ايه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اغمض عينيا واعيش مع ربنا بالاستغفار، رهيب رهيب رهيب، مع النطق كمان، يبقى الاثنين. طيب اعملها ازاي؟ في جلسه اسمها جلسه الاستغفار، ودي قويه جدا جدا جدا، بمناسبه بقى جلسة الاستغفار أو كورس أنا ممكن أكلمكم عنه، أو كتاب زي كشكول الشكر بإذن الرحمن، أو خطة الميت يوم اللي هنتكلم عنها النهاردة، أو مثلا النوتس بتاعت أهدافي اللي فيها أهدافي ورحلتي اللي فيها تمرين التكرار، ده دي الحاجات اللي أنا دايما بتكلم عنها في الحلقات بتاعتي كجلسات أو كده. بالنسبة لي جلسات الاسترخاء أو جلسة استغفار، يعني عندي كم جلسات
كتير، عندي جلسة استغفار، عندي جلسات كتير هتكلم عنها التخلص من الأفكار وأهداف ومش عارفة إيه والدعاء بالخير، حاجات كتير جدا تمام. وعندي كشكول الشكر، والله العظيم كل الحاجات اللي أنا كلمتكم عنها دي ما تجيش أكلة أسبوع بجد. هقول لكم على حاجة أقوى، ما تجيش مثلا تمن مش هقول لك ايه طقمين ثلاثة خروج، يعني حاجات بسيطة جدا جدا جدا. واللي بيخليني انا مثلا ممكن تكوني انت يا دكتور اصل فلوسها كذا، يا دكتور صدقوني الفلوس بتاعتها بسيطة جدا جدا، بس انا في ناس استاف شغال معايا كبير جدا، الاستاف ده كله بياخد مرتبات، الاستاف ده في حاجات كتير، في كاميرات، في اعداد، في مش في حاجات كتير جدا انا شغالة فيها، في كورسات انا باخدها، في فالفكرة كلها انتوا لو والله العظيم ولا حاجة يعني بجد ولا حاجة بالنسبة الكم، مش هقول لكم مجهود بقى ولا تعب، لا انا مجهود ولا تعب حد حامل في الشهر التامن اهو وقاعد عمال يتعب ويعمل، لا وجايب لكم معلومات ممكن تكون كنز وتقدر تغير حياتكم. انا تعبت عشان اوصل لمعلومات وقفتني على رجلي وبقيت اقوى مما اي حد يتخيل بربي، بس فجايب لكم معلومات مفيده وجايب لكم معلومات كذا وجايب، فالمعلومات دي كلها ليها ثمن، سيبكم منها ان هي ليها ثمن، ثمنها عند ربنا احسن ألف مره، بس الثمن ده انا بعمل بيه ايه؟ في ناس استاف شغال معايا كبير جدا، في كذا وفي مواقع شغال، ففي دنيا، فانت عايزه تستخسري في نفسك فانت حره براحتك خالص، دي حاجه بتاعتك، بس انا بقول لك ان في كنز اسمه كذا، جلسه استغفار انت ممكن تاخديه، وده مهم جدا 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 لو عايزه تبتدي رمضان فعلا قوي، لان لو احنا بنستغفر في اي يوم عادي استغفار عادي، عملنا الجلسة دي في يوم عادي والله العظيم في رمضان 10 أضعاف خير من 1000 شهر. وليلة القدر مش ليلة واحدة، الليالي كلها بتبدأ من أول يوم، أنا بحس من أول يوم دي ليلة قدر، ممكن أغير قدري، أغير قدري النهاردة، أغير قدري بربنا لما أستغفر وأتوب وأقول يا رب معلش ما تزعلش مني، هو اللي بإيده كل حاجة، هو اللي بإيده ده الرزق بتاعك وفلوسك وحياتك وخلفتك وجوزك وكل حاجة في حياتك كلها، فأنا لما أروح أستغفره فيعني ربنا يستاهل مننا والله العظيم، يعني عارفين اللي هو إيه حاجة بسيطة ممكن مبلغ بسيط ممكن أعمله. وبعدين أنا عاملة خدمات، أنا بنات بيكلموني يا دكتور أصل ممكن تكون حد ظروفه كذا، حبيبتي ظروفها كذا، ممكن نقسم الفلوس على مرتين ثلاثة أربعة، على شهر اثنين ثلاثة أربعة، مش فارق معايا يا دكتور، أصل ده أعمل لها خصم حبيبتي كذا، طب أصل الدنيا كلها متاحه وسهله، فما تجيش بقى تقولي اصل انا مش هعرف يا دكتور اصل كذا، فانت براحتك بقى خالص خالص خالص، انت حره، بس صدقوني الاستغفار بالخيال قوي جدا 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 فوق ما اي حد يتصور، بينسف بيغسل من جوه كده النفس والروح والعقل وكل حاجه، عشان نبدا ان شاء الله لما نيجي بقى ندخل الجديد تكون بقى ايه الدنيا معانا جوه نظيفه. اهم حاجه واقوى حاجه اخطر حاجه ربنا قال لي في القرآن إيه؟ قال لي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يعني إيه يا دكتور ذكر؟ هو الذكر مش إن أنا أقول سبحان الله، لأ قلت لكم 100 مرة، لأ الذكر معناها حاجات كتير جدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أنا قلبي ده مش هيطمن وأسعيد ومرتاح وروحي كده حية إلا بالذكر. أيوه عشان كده قلت لكم خدوا كورس من ظلمات النسيان إلى نور الذكر، الكورس ده مهم جدا جدا، ابتدي بيه قبل تكمله الحلقات لان هو ممكن يكون مكمل ليهم من ضمن الكورس. على فكره جلسات الاسترخاء، يعني لو انت خدتي الكورس لوحده جواه اربع جلسات استرخاء، هو اصلا بدل ما تاخدي جلسات الاسترخاء لوحدها، لان انا كل حلقه هتكلم عن مثلا اقول لكم ايه دخلوا الجلسه دي المره دي، دخلوا الجلسه دي مش عباره عن كورس متكامل اللي انا عاملاه على اليوتيوب ده مع الكورس ايه من ظلمات النسيان الى نور الذكر. انا كنت ناويه ان انا ان شاء الله باذن الله اقدم في حوالي ثلاث كورسات انا بجهز فيهم، بس بحبش اطلع اي حاجه لان يعني عايزه اطلعه كده حاجه كده مش عارف، بس انا ما قدرتش خالص الفتره اللي فاتت بسبب موضوع الحمل وبسبب يعني عندي حاجات كتير بخلصها، قلت قبل الولاده والكلام ده عشان هنشغل شهرين ثلاثه، ففرصه قبل ما ابدا ان انا انزل حاجات جديده خدوا الكورس ده هتظبطوا فيه هتلاقي نفسك كده بقت احسن كتير قوي 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 قوي، هتلاقي في جلسات استرخاء هتستفيدي بيها طول رمضان وهتدعي لي انا واثقه هتدعي لي من قلبك، بعدها هتلاقي بقى في الحلقات المكمله 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 اللي هي غايه اخر رمضان، والله يجي عليكي غايه اخر رمضان هتدعي لي دعوه من قلبك وانا واثقه من اللي انا بقوله تمام. فكورسي من ظلمات النسيان الى نور الذكر مهم جدا، بلس في زي ما قلت لكم جوه جلسات الاسترخاء، والاهم من دول بقى فكره اساسيات رمضان. يعني ايه يا دكتور اساسيات رمضان؟ اساسيات رمضان زي ما قلت لكم اسمعوا الحلقات بتاعه رمضان اللي فات واللي قبله عشان هتفرق معاكم، منها رقم واحد الصيام. الصيام اقوى حاجه في الكون بتخلي الجسم مستعد لاستقبال اي طاقه من ربنا رهيبه تحيي الجسم كله، فانت برضو لما تسمع الحلقات هتفهمي فكره الصيام اكتر، فكره الصلاه، الناس اللي هي مش ملتزمه في الصلاه بتاعتها، الصلاه
طب هقول لكم على حاجه حلوه، في حلقه عن برنامج الشكيري كان اسمه الخواطر، اه خواطر، اسمعوا الحلقه دي. الحلقه دي كان الشكيري جايبينه وبيعملوا رنين مغناطيسي على مخه قبل الصلاه وبعد الصلاه، واللي حصل وما اعرفش ايه اللي حي واللي مات، حاجات رهيبه جدا يعني كنز. وفي رمضان اقوى الف مره، فالصيام. وخليكم بقى في حته مهمه قوي، وقت الصيام خلي دايما بقك ده ساكت، يعني ما تتكلميش كتير خالص، هتكتسبي طاقة رهيبة بغض النظر عن المعلومات، هو ده في الكورس هيوضح لكم الحاجات دي. فخلي ما تتكلميش كتير وقت الصيام، هنيجي بعد كده للصلاة، هنيجي بعد كده لكنز زيادة النعم، وكنز كل حاجة هو الشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. مش أنا بقول لكم اعملوها أجازة من الدنيا، اقعدوا فيها مع ربنا، هاتوا كشكول الشكر اللي أنا بتاعي، أو هاتي يا ستي كشكول عندك. بس أنا ليه بقول بتاعي؟ لأن هو حاجة بسيطة جدا، ده يعني تمنه مفيش خالص، يا دوبك بس شركة الشحن، حاجة بسيطة أجيبه، لأن هو مقسم لسبع أجزاء، كل جزء فيهم خاص بجزء من حياتك، عشان ما تبقيش عاملة جزء عن جزء. وفي كم نوع من أنواع الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على نعمة أي معلومة إن أنا سمعتها عنك، أصل مش أي حد ربنا بيسمعه عنه، خدها مني كلمة، مش أي حد ربنا بيسمعه عنه أبدا، فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب إن أنا قلبي ابتدى يحيى شوية، يا رب الحمد لله وشكر الله ان في معلومات انا عرفتها هتقربني منك اكتر، شكرا يا رب ان انا وعيت ان انا ابدا استغفر لك وان انا كذا وان يعني خدها كل يوم، شكرا يا رب على نعمة الصحة بتاعتي، في حاجات كتير جدا، وطبعا في انواع كتير من الشكر هتلاقوها بقى ايه في الكتاب. طبعا مع الشكر والصلاة والصيام وان انا ابقى عندي عفو، ومع زي ما قلت لكم حلقات وكده، في جزئيه مهمه جدا 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 فوق ما اي حد يتوقع او يتصور، هتفرق معاه جدا. ناس كتير بتيجي في رمضان بتقرا قران، صح حلو قوي، بتقرا قران ليه يا دكتور؟ اصل بكل حرف حسنه، يا دكتور بقرا قران كتير جدا. وفي ناس سامعاني دلوقتي بتقرا قران كتير جدا من رمضان اللي فات، بتختم مره واثنين وثلاثه، بتيجي في رمضان ده بتلاقيها برده ايه، لسه حياتها ملخبطه. طب يعني هو القراءة مهمة جدا، أنا يعني هو ربنا قال لنا فاقرأوا ما تيسر منه، حتى لو عندنا كذا وعندنا اقرأوا ما تيسر منه، حلو قوي. بس القراءة من غير تدبر ولا ليها أي قيمة، إلا عملت اللي عليكي قدام ربنا، يا سلام. لا، الأمر بقى في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. التدبر هو كنز من كنوز ربنا على الأرض، اللي بيخليك يا اما حياتك تبقى شقي او سعيد. باختصار شديد بقى ده اللي متكلمه فيه، فرصه من ظلمات النسيان الى نور الذكر. يعني ايه؟ دلوقتي النهارده لو اي طالب بيسمعني والمستر اداك هوم ورك، او قال لك ذاكر حاجه، او قال لك ده واجب عملي المفروض تعمله، لازم تعمله واجب عملي، انت جاي عندك امتحان، هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد تذاكر ليل ونهار عشان تثبت نفسك وتظبط نفسك وكل حاجه. لو اي ام النهارده ابنها عنده امتحان بسرعه، شوف احنا بنبقى عاملين ازاي في الامتحانات لما بيكون ابني او بنتي عنده امتحان، والا بقى لو ثانويه عامه أو تمام، هتعملوا ايه؟ فنصيحه مني، الدنيا دي هي عباره عن رحله امتحان، ربنا مدينا فيها القران، ومفروض احنا نقراه ونتدبره ونفهمه عشان نقدر نمشي فيه ونعمله. فتخيلوا كده بقى بني ادم، دايما اقول لهم ايه، احنا مثلا عندنا، انا بس عشان خطه ال 100 يوم دلوقتي مش معايا عشان هي الطبعات خلصت، وانا ما كانش ينفع ان انا استنى في التسجيل زي ما قلت لكم عشان الولاده قربت وكده، فعملت ايه، او بمعنى ادق يعني كاني مثلا دي خطه ال 100 يوم خلاص، وانا بفتحها كل يوم ماسكه القران تمام، بفتحه وبحطه. تخيلوا انتوا كل يوم بتقضي ساعه او ساعتين مع ربنا، هو ربنا ما يستاهلش ان احنا نقعد معاه شويه؟ كنت في بدايه حياتي، طبعا الحلقه دي طولت معلش، مش في بدايه حياتي، في بدايه بقى الوعي والكلام ده كان من حوالي 7 سنين، مامتي دي كانت تقوم بالليل تقول لي هو انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ اللي هو وقت قبل الفجر ده، هو انت بتعملي ايه؟ انا قاعده يا ستي مع ربنا، انا بعمل ايه؟ يعني بظبط اعمل ايه بقى؟ كنت امسك القران صفحه صفحتين ثلاثه، اطلع منه الكنوز، اكتب فوق كده في الاوامر حاضر يا رب، وانا مقسماها في خطه ال 100 يوم في اول جزئيه اللي هي الاوامر، حاضر يا رب، وابدا اطلع والله يا رب وعد مني يا رب انا هعمل ده. طيب هنيجي بعد كده مثلا في النواهي، اقول ايه مش عارف اعمل ايه واعمل ايه، والله يا رب حاضر مش هعمل ده، وخدوها مني كلمه يا اصحاب الذنوب اللي ربنا ساترها عنكم. في ناس عندها ذنوب كتير قوي، وفي ذنب معين ربنا ستره عليكي مره واثنين وثلاثه، وستره عليك مره واثنين وثلاثه مفيش خالص، بس انت نفسك توقفه، يعني
رصيد الستر بيخلص، بيجي عليه وقت ويخلص. طب ربنا سترك، طب انت عايز توقفي، اعمل ايه؟ الحاجه الوحيده اللي تخليكي فعلا تقدري هو التدبر. ايه ده ازاي؟ اه والله لما اقعد كده مع ربنا واوعد ربنا في البدايه، وعد بيني يا رب ان انا هعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وعمري ما هقصر معاك في حاجه، وعد مني يا رب ان انا هعمل كذا في الاوامر وفي النواهي هعمل كذا. تخيلي كده لما يبقى انا عندي امتحان، هي ايه الامتحان ده؟ امتحان الدنيا اللي احنا فيها، الدنيا دي ولا حاجه والله العظيم، ولا حاجه، بتاخدي فلوس وتصرفي فلوس وتروحي وتيجي وتعملي، بس الدنيا دي ولا حاجه في الاخر خالص، انت رايحه ربنا بايه بقى؟ فانت ضيعتي دنيا وضيعتي اخره كمان. فالفكره كلها في ايه بقى؟ في التدبر. زي ما قلت لك، في ناس بتفضل تقرا وتختم ختمه واثنين وثلاثه ولا بتبقى ليها قيمه القراءه، بس القراءه من غير تدبر ويعني ملهاش قيمه، انا بعتبر كده. لكن قراءه بتدبر ده انت كنز بقى، معاكي كنز كبير جدا. طب التدبر زي ما قلت لكم، في اوامر وفي نواهي وفي وعد من ربنا لينا، وفي فاقوى حاجه في رمضان تقدري ان انت تطبقي الاوامر وتبعدي عن النواهي وتطلعي الكنوز من القران وكله، بيبقى في رمضان قوي جدا جدا جدا. ولو انت عندك عاده سلبيه نفسك توقفيها في رمضان، قوي جدا ان انت توقفيها، فخدوها كنز بقى كده. رمضان تدبر تدبر تدبر، ذكر، تسبيح، احياء روح، تزكيه للنفس، شكر. ابتدي خلاص الافكار السلبيه اللي عندك. عشان كده برضو في خطتي اللي هي بتاعت خطتي واهدافي، في تمرين كبير اسمه تمرين 3 في 5 او تمرين التكرار. التمرين ده قوي جدا، عايز اقول لكم الناس بتتكلم عنه كلام، لانه بيشتغل على حته في العقل كده رهيبه، يعني هي حته ذكيه اللي هو رد فعل العقل، ايه منه طلعه نطلعه نطلعه، يعني حاجة حلوة جدا. فممكن ان شاء الله بإذن الله هيبقى في خصم على المجموعة دي كلها اللي هي خطة 100 يوم والكتاب الشكر وخطتي واهدافي مع الكورس جلسات الاسترخاء، فانتوا مش هتحتاجوا حاجة تاني بإذن الله. طول رمضان معاك الباكج بتاعتك داخلة على رمضان. انا واثقة ان اي حد بيسمعني دلوقتي ممكن يكون قلبه ابتدى يحيا شوية، او بيحب نفسه انه يقدر يعمل حاجات حلوة كتير جدا في الدنيا، ويقدر يغير من حياته وغير، يعني ممكن والله العظيم حياتك كلها هتتقلب كده. واسألوني انا كل حاجة، لو فلوس هتتحول 180 درجة لأحسن، لو أولاد، لو زوج، لو بصي كل حاجة، مفيش مستحيل، مفيش مستحيل على ربنا. أقول لكم على حاجة بمناسبة مفيش مستحيل دي، أنا طبعا داخلة على ولادة، فكل اللي بيكلمني يا عيني ده أنت بطنك مش عارفة إيه، يا عيني ده أنت حصل لك إيه، يا عيني عارفة اللي هو بيصعب عليا، والله هو بيصعب عليا اللي هو يعني إيه تهبل، أنا معايا ربنا، هو إيه اللي داخلة على ولادة؟ ما هو يد الله فوق أيديهم، عارفين إيه يد الله فوق أيديهم؟ يعني لو أنا داخلة على ولادة اللي هيولدني أصلا مش الدكتور، ده سعي، ده سبب، لكن الاصل هو ربنا. ده ربنا ينزل عليا ملائكه ويحوطني بطاقه الهيه حفظ فيها وفيها وفيها، هيجي بعد كده اه يا عيني اصل انت توأم واتنين هتعملي ازاي؟ مش هتشتغلي بقى، تهبل. والله العظيم بقول من جوايا كده انت هبل. عارفين دول بيبقوا ناس ضعيفه، ناس كده هشه، ناس مش معاها ربنا. اللي معاه ربنا يقولون لي مستحيل، اقول لهم ان الله على كل شيء قدير. يقولون لي هتتعبي، اقول لهم لا ده انا بربنا هبقى احسن حد، ده انا ممكن ابقى قاعده كده ربنا مريحهم كويسين وهادين وكذا، اصل انا ممكن ابقى سهرانه، طب ما السهر ده انا احضر فيه مش يعني في حاجات كتير جدا جدا. اللي مع ربنا ما بيغلبش ولا بيقف، انسوا الكلام ده. فيعني الاستعانه بالله دي زي ما قلت لكم برده في النوتس رحلتي واهدافي، كل يوم خد وقت اقعد اتكلم فيه مع ربنا، اقعد اقول كده يا رب يقولون لي كذا وانا اقول كذا، الناس دي عبيطه والناس دي مش فاهمه والناس دي كذا، انا بيك انت يا رب حاجه ثانيه، خسلي انت تخنتي وخسكي ده كل حاجه بيد ربنا، انا يا رب واثقه فيك ان انا مش عارفه هبقى كذا وانا واثقه فيك كذا. تفتكروا ان انا اللي بعد ما اكتب واقفل واشكر ربنا على الضد اللي انا واثقه ان لان شكرتم الازيد انكم، واقفل كده دي عند ربنا سهله، لان لا نضيع اجر من احسن عمله. بصوا باختصار شديد، الحلقات قويه وقرب من ربنا هو اللي يقدر يحول حياتكم كلها، فانتوا اللي تقدروا تختاروا تكونوا عاملين ازاي. فمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. يا رب الحلقه تكون نفعتكم ودخلت عليكم بالنفع وبالخير وباليسر. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحلى الكلام والفضفضة وانت مفيش بينك وبينه أي باب، واللي أحلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقى استجاب. ما أحلى الكلام والفضفضة وانت مفيش بينك وبينه أي باب، والله
عايش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حنة في كل مرة تغيب عليك.